هنتكلم على الموضوع عروسة الإسماعيلية واللي حصل وآراء الناس اللي داخلة عمالة تفتي واللي محسوبين على المشايخ ولا الدعاة وعمالين يفتوا وكل مذيعة غير متخصصة طالعة تقول رأيها ما بقت حاجة كده وبرامج التوك شو كلها بتتكلم على أمور هم مش فاهمين يعني هم مش فاهمين. اولا خلونا اكلمكم على اللي بره تخصص الاسره وغير دارس ولا عنده مرجعيه شرعيه ولا عنده مرجعيه علميه وبيفتي في امور ملوش فيها ايا كان بقى. اصل انا عايز اركب الترند وعايزين ما اعرفش نعمل ايه فنطلع نتكلم ونفتي وندي نوع من انواع الحلول الغير منطقيه والغير عقليه والغير شرعيه او نحمل الامر خلاف طاقته وخلاف محمله وخلاف الصح بتاعه علشان خاطر ايه احنا بنركب الترند. حسبي الله انا بقوله في البدايه حسبي الله ونعم الوكيل. فاي حد بيتكلم على منظومه الزواج غير متخصص وغير فاهم كل واحد يا جماعه كل حاله بحالتها كل حاله بحالتها كل موضوع زواج او اسره خاص بالزوجين الاثنين وكل واحد بحاله. انتوا فاكرين لما اتكلمت على موضوع عروسه الاسماعيليه في البدايه وكنت ضد ناس وطلعوا يقولوا حاجتين اتنين. اول حاجه اصل اللي تصبر على ان زوجها يضربها دي الست الاصيله ويا من ضربنا ويا من قلت لا ده مش من الاصل لا الدين ولا الاسلام ولا الشرع ولا العرف عطى الراجل ان هو يضرب زوجته والضرب اللي مذكور في القرآن ضرب غير مبرح لو علم تروح للقاضي الشرعي تقتص منه وتدفعه غرامة مالية. النقطة الثانية نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن ضرب الوجه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انك انت تضرب الدبة يعني الدبة ما بتنضربش وتقسم عليها في حكم الإسلام وتيجي بعد كده تقول لك لا أصل هم أحرار مع بعض ودي ست أصيلة ملوش علاقة بالأصل. ده رقم واحد. رقم اتنين يا جماعة هي رضيت وده اللي قالوا بقى معظم الدعاة ومعظم ناس طالعين يعملوا وأنا عرضتهم يوميها وثبت صحة الأمر. ارجعوا الأمر لأهله محدش يفتي في موضوع منظومة الزواج غير متخصص أسرة مؤتمن ثقة. أنا بقوله حتى لو كان المشايخ بصوا لما جه قالوا إيه؟ قالوا إيه زوجين مع بعض ولو عايزوا تصلحوا تصلحوا ولو عايزوا كذا إحنا بس بنبين رأي الدين والإسلام رأي الإسلام والدين وفين؟ إنك أنت الأول بتحل المصلح ما بتكلمش على الصالح، الصالح في نفسه يلزمه إصلاحه لكن المصلح اللي تصدر للإصلاح في المجتمع بعلم أنا بتكلم أهو بعلم وبنظريات علمية وشرعية قبل القصة دي كلها. ما هو الدين ما فرطنا في الكتاب من شيء صح ولا لا؟ ما فرطنا في الكتاب ربنا ما سبلناش قد كده مثقال ذر إلا وفيها رأي حتى دخول الخلاء حتى جماع الرجل مع زوجته الدعاء يقول إيه ويأتيها إزاي وكيف وإيه الحلال وإيه الحرام.